محفل العلم الجميل ده، ونتمنى ان الجميع يكونوا استفادوا فعلا من المادة العلمية، ونتمنى التوفيق دايما. وكل سنة بإذن الله الدكتور أسامة من المؤتمرات المتميزة والمؤتمرات المفيدة إن شاء الله. هنقدم لكم دكتورة البروفيسور ليلى شريف، ده من الزقازيق يونيفرستي، وهتكلمنا عن الموضوع Why are neonate not little adult for transfusion. السلام عليكم. طبعا في البدايه بحب اشكر الدكتور اسامه حسين على الدعوه الكريمه، واني اكون في بورسعيد الجميله، وطبعا هي اول مره اكون في المؤتمر، لكن يسعدني طبعا ان اكون موجوده في وسط الجمع الرائع واساتذتنا الغاليين. ان شاء الله تعالى النهارده هتكلم على موضوع هو فيري امبورتنت، وانا بصفتي هيماتولوجيست هتكلم على النيونيتال انيميا فروم ذا هيماتولوجيكال بوينت اوف فيو. دي الاجنده بتاعتي. هناخد شويه الاول فيسيولوجيكال بوينت على الهيماتوبويسيس في نيوبورت، ايه الايتيولوجي، ايه الدايجنوزز، وايه النيو في اللاين اوف تريتمنت اوف نيونيتال انيميا. اول حاجه، في عندنا كلنا عارفين الهيماتوبويسيس بس ان 3 فيسز في نيوبورت، بنبدا في اليوكساك ثم الليفر، بحيث ان ات بيرث البون مارو بيبقى الموست كومن سايت formation of all blood element. والإريثروبويسيس في البون مارو عبارة عن two important steps. أول حاجة بنبدأ في الإريثروبويتين، والإريثروبويتين كلنا عارفين the main regulator of erythropoiesis. وإن عندنا another factor important، لكن هنا الموست important هو الإريثروبويتين. الإريثروبويتين في الإنترايوتراين لايف بيتكون في الليفر، افتر بيرث بيتكون في الكدني، وده اللي بيخلي البريتيرم بيبي بيكون بالنسبه لنا ما هو سنسيتيف وعنده مور ديكريز في الاريثروبويتين، لان الليفر ليس سنسيتيف تو هايبوكسيا ذان ذا كدني. في اللاست فور دايز بتبقى الايرن الموست امبورتنت، وعلشان كده لما طفل حد بيبقى عنده ايرن ديفيشنسي، اول ما بياخد ايرن بنلاقي الريتكس بتزيد بعد تقريبا 5 ايام. طيب كلنا عارفين ان المين كومبوننت اوف ذا ار بي سيز هو الهيموجلوبين، وان جوه الار بي سيز دي فيها 1000 من الهيموجلوبين، وان المين فانكشن اوف ذا هيموجلوبين از تو كاري ذا اوكسجين، والمين فانكشن اوف ذا ار بي سيز تو بروتكت ذا هيموجلوبين. ايه بقى النيونيتال ار بي سيز؟ ايه الفرق ما بين النيونيتال ار بي سيز والادلت ار بي سيز؟ اول حاجه ذا موست امبورتنت از ذا لايف سبان. اللايف سبان اوف ذا نيونيت من 60 ل 70 دايز اونلي. ثاني حاجه المين كورباسكولار فوليوم. ذا ار بي سيز ان ذا نيونيت از لارجر ذان ذا ادلت. هنا الام سي في 170 فنتوليتر. وان اوف ذا فيري امبورتنت اولسو ان احنا عندنا هاي فريكونسي اوف ذيس مورفولوجي حوالي 14% في نيوكليتد ار بي سيز بريزنت ات بيرث، ولكنها بتختفي بعد 1 ويك. طب يعني ايه نيونيتال انيميا؟ ايه الديفينيشن اوف نيونيتال انيميا؟ امتى اقول على نيوبورن ان هو عنده انيميا؟ لو الفينوس هيموجلوبين اقل من 13، لكن لو الكابيلاري هيموجلوبين اقل من 14.5، لان احنا عندنا كابيلاري ستيزز فبيبقى فيه هيم كونسنتريشن. ودي النورمال فاليو اوف ذا هيموجلوبين. فيري امبورتنت ان احنا نعرف ان الريتكس ات بيرث 7% وات 1 ويك ليس ذان 1%، ان احنا عندنا نيوكليتد ار بي سيز ات بيرث، لكن افتر 1 ويك نو نيوكليتد ار بي سيز ان ذا بريفيرال بلاد. سو وات از ذا باثو فيسيولوجي اوف نيونيتال انيميا؟ كلنا عارفين ان احنا عندنا فيسيولوجيكال انيميا اوف انفانسي، وعندنا باثولوجيكال كوزز اوف انيميا، ودول ثلاث اسباب، يا اما البرودكشن ديكريز، يا اما في هيموريج ففي لوس، يا اما في انكريزد ديستراكشن اور هيموليسيس. طب ايه الباثوفيسيولوجي بتاع الفيسيولوجيكال انيميا اوف ذا نيوبورن؟ احنا عارفين ان الاكسجين ساتوريشنز في الانترايوتراين لايف في الاورطه حوالي 45%، لما يبتدي يحصل بريس
افتر بيرث يبتدي يزيد ل 95% فيقل الاريثروبويتين برودكشن، بحيث ان عند 3 ايام افتر بيرث الاريثروبويتين بيبقى ان بريدكتابل، ما هوش موجود. طب ده هيعمل ايه؟ ده هيرفلكت على ان هيقل البروجينيتور في البون مارو 20%، يبقى في ديكريز برودكشن واضح. ان اديشن اتفقنا ان اللايف سبان اوف ذا ار بي سيز بتكون 60 ل 70 دايز. ان اديشن ان احنا عندنا رابيد جروث ففي هيم دايليوشن، كل ده بيدينا الفسيولوجيكال انيميا اوف ذا نيو بورن. وات اباوت ذا بريماتوريتي؟ ذا بريماتوريتي از ذا سيم ايتيولوجي، بس ذا بريماتور بيبي هاز انذر امبورتنت فايندينج، عنده انذر باثولوجيكال بروسيس. ذيس از ذا فسيولوجيكال بروسيس. باثولوجيكال ان احنا عندنا الستور بتاعه كله قليل، فالايرن قليل، فيتامين بي 12 قليل، فوليك اسيد قليل، وعنده اسوشيتد كوموربيديتي زي السبسز، وعنده اياتروجينيك بلاد لوس. ويمكن في ستادي لقوا ان البريتيرم بيبي عند 1 مانث اوف ايج في حوالي 2/3 من البلاد فوليوم بتاعه بيبقى لوست نتيجه الفريكوينت سامبلينج. ويمكن هنا ده بيورينا قد ايه البريتيرم اقل من 32 اسبوع 50% منهم بيعوزوا بلاد ترانسفيوجن، لو اقل من 28 90% بيعوزوا بلاد ترانسفيوجن. وده النورمال هيموجلوبين اكوردنج تو ذا جستيشنال ايج. وات اباوت ذا باثولوجيكال كوزز؟ ذا موست ذا فيرست از هيموريج. هيموريج كان بي انترايوتراين هيموريج، انتي بارتم هيموريج، لو عندنا بلاسينتا بريفيا، لو عندي ابروبشو بلاسينتا. انذر تو امبورتنت كوز هما فيتو ماتيرنال ترانسفيوجنز. ممكن الفيتو ماتيرنال ترانسفيوجن بيحصل نورمالي في عدد كبير جدا من البريجننسي، ولكن في 1% من البريجننسي حوالي 40 ملي ممكن من الفيتس يروح للماذر، فالبيبي هيتولد هنا يبقى انيميك، وده بيتشخص بوجود الفيتال بلاد في الماتيرنال سيركيوليشن بواسطه الكلايهاور بتيك تيست. في توين تو توين ترانسفيوجن، لو في عندنا توين وهو مونوزايجوتيك ومونوكاريونيك توين، هيبقى في عندنا كوميونيكيشنز ما بين التو سيركيوليشنز، فوان توين ممكن يبقى بوليسايسيميك والاذر يبقى انيميك. انذر كوز during the delivery there may be hemorrhage and postnatal. كلنا عارفين ان البوستنيتال ممكن سواء كان hemorrhagic disease of the newborn، سواء كان thrombocytopenia، سواء other coagulation abnormalities. ودي الموست كومن كوزز اللي بتقابلنا في النيوبورن، hemolysis. وهنا في كلينيكالي الطفل هيبقى عنده جوندس، وناخد بالنا ان السي بي سي فيها ريتكس عاليه. طب what is the causes of hemolysis؟ يا اما الهيموليسيس ده بيبقى موجود اكسترنسك تو ذا ار بي سيز، يا اما ريليتد تو ار بي سيز. طب اكسترنسك تو ار بي سيز نتيجه ايه؟ اميونولوجيكال ديستراكشن، وده الموست كومن، ار اتش انكومباتيبيليتي، اي بي او انكومباتيبيليتي، او الماذر نفسها لو عندها كولاجين ديزيز او عندها اوتو اميون ديزيز. طب ممكن يبقى اوتسايد ذا ار بي سيز وديستراكشن التورش انفكشن، او لو البيبي كان عنده سيبسيز. وات اباوت ذا انترنسيك ابنورماليتيز؟ ار بي سيز ابنورماليتيز انهيرتد. طب مين الموست كومن اللي ممكن يلاقي هيموليتيك انيميا في نيو بورن؟ كل الابنورماليتيز في ريد سيل ميمبرين، سفيروسايتوزز، اليبتوسايتوزز، سوماتوسايتوزز. طب انسايد ذا ار بي سيز جي 6 بي دي اند هيموجلوبينوباسيز. نشوف بيتا ثلاسيميا ممكن تبقى بريزنتد في نيو بورن؟ نو. الفا ثلاسيميا، ويمكن لسه شايفه بيبي هو ديليفرد في الفيرست مانث عنده مايكروسيتيك انيميا، في الفيرست مانث مايكروسيتيك انيميا، اتعمل له كومبس وقاعد ياخده تشخص على اوتو اميون، لكن هو عنده ايفيدنس اوف هيموليسيس وعنده مايكروسيتيك انيميا، يبقى هنا عامل ايه؟ الفا ثلاسيميا. بيتا ثلاسيميا نوت دايجنوزد ان ذا فيرست مانث اوف لايف. Another etiology decreased production. وعندنا الكومنست كوز ان يبقى nutritional decreased production، او يبقى عندي الانيميا of prematurity او الفسيولوجيكال انيميا of the newborn او infiltration، وده rare causes، وكل زي leukemia neuroblastoma، او يبقى constitutional زي diamond black fan syndrome، وده دايما البرزنتيشن بيكون الحاجات كلها بتاعت decreased production usually by the end of the first months. So how can we diagnose the neonatal anemia? ازاي اشخص النيونيتال انيميا؟
History is very important. Maternal history is very important. المازرز عندها infections, واخدة drug, عندها bleeding, عندها nutritional disorders, عندها another disease زي collagen vascular disease ولا لأ. طب what about the obstetric history, family history؟ عندنا family history of hemolysis, family history of transfusions. كل ده very important, and it is also very important to examine the child from the head to the foot. Search for congenital abnormalities. Suggest congenital infection or suggest abnormalities في البون مارو. Hepatosplenomegaly or organomegaly with congenital infection and with hemolytic anemia. If the child has also jaundice with hemolysis, examination of the skin for ecchymosis suggestive of bleeding or for café au lait or other abnormalities. Age of onset is very important. Anemia at birth is a matter of emergency. Either there is hemolysis or there is blood loss. While after the first week, usually caused by decreased production or hemoglobinopathies. In investigation, CBC. CBC, hemoglobin and RBCs. Hemoglobin and RBCs, we must look to all these. ما بصش على الهيموجلوبين وأقول the child anemic. ده الهيموجلوبين 12. لا. ده انا لازم اشوف الانديسز هي ماكروسيتيك ويز ديكريزد برودكشن ولا مايكروسيتيك فهو عنده ثلاسيميا الفا ثلاسيميا ولا عنده كرونيك انترايوتراين بلاد لوس ولا نورموسيتيك ريتيكولوسيتيك كاونت از فيري امبورتنت انكريزد ويز هيموليسيس اند بريفيرال بلاد سمير تو لوك فور سفيروسايتوزيس فور اليبتوسايتوزيس اند اولسو وايت سيل كاونت اند بليتليت. وكلنا عارفين دايما بنعمل الاي بي او ور ار اتش وي الكومبس تيست. طب ايه الالجوريزم بتاعي؟ انا جالي طفل عنده انيميا وعايز اعمل له انفستيجيشن. اول حاجه ابص على ايه؟ اول حاجه هبص على ريتيكولوسيتيك كاونت. ريتيكولوسيتيك كاونت ديكريز يبقى انا بقيت انيميا اوف بريماتوريتي او ديكريز برودكشن. طب ريتيكولوسيتيك كاونت انكريز اعمل الكومبس تيست. لقيت الكومبس تيست بوزيتيف خلاص بقيت في سكه الاي بي او ور اتش انكومباتيبلتي. طب لقيت الكومبس تيست نيجاتيف ابص على الام سي في مايكروسيتيك حاجتين يا كرونيك انترايوتراين بلاد لوس يا اما الفا ثلاسيميا. طب لقيته نورمال اعمل بريفرال بلاد سمير وابص اشوف في سفيروسايتوزس في اليبتوسايتوز ودايما لما بنطلب سي بي سي اقول له الريتكس اند اولسو بلاس بليز فور دايما نقول له فور ذا شيب اوف ار بي سيز بعرفه انا بدور على ايه. انا عايزاك هنا تبص لي تشوف لي في اي ابنورمال شيب اوف ذا ار بي سيز لانها من ضمن الحاجات اللي فيري كومن تبقى بريزنتد ان ذا يونيتال بيريود. بعد كده لقيت كل ده نيجاتيف ابتدي افكر في الانزيمز او في الانفكشنز. هاو كان وي تريت ذا تشايلد؟ كلنا عارفين ان المين ستاي تريتمنت اوف نيونيتال انيميا هو ترانسفيوجن ثيرابي. And the transfusion therapy is life-saving. Although it has very important advantage, there is another disadvantage. The patient may acquire infection, iron overload, وهنلاقي إن newborn بقى برسي عنده another complications ممكن تحصل زي الأنيميا of prematurity أو necrotizing enterocolitis. مين التلاتة جروب في newborn اللي بيعوزوا blood transfusion؟ ال very low birth weight and premature اللي عنده allo immunization والبيبيز اللي عنده surgery. يبقى دول ال three categories in usually in need of transfusion. ايه ال guideline for transfusion؟ اول ما الاقي الطفل anemic هديله blood transfusion؟ لا ده احنا عندنا guideline. لو لقيت الهيموجلوبين اقل من 7 والريتكس اقل من 4 هدي blood transfusion. طب لو لقيت الهيموجلوبين 8 او اقل وعنده associated عنده تاكيبنيا عنده تاكيكارديا عنده ابنيا يبقى ده كله انديكيشن ان انا اديله. طب ممكن ادي لو الهيموجلوبين اقل من 10 وعنده ساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس. ممكن ادي لو الهيموجلوبين 12 لو عنده سيفير ريسبيراتوري ديستريس او ميكانيكال فنتيليشن. طب لو البيشنت ده عنده اكيوت بلاد لوس وداخل مني في هايبوفوليميك شوك اديله بلاد ترانسفيوجن. يبقى لازم واحنا بنعمل ترانسفيوجن تشوز وايسلي وهنعرف ليه يعني ايه ما احنا بندي بلاد. لكن ده احنا هنعرف ان في هازارد في البري تيرم بتبقى كبيره جدا بعد كده. وات تو ترانسفيوز يبقى بيتر ان انا ادي ليكو ايراديتد. ادي ايراديتد لو كان بري تيرم علشان امنع الجرافيت فيرسس هوست ديزيز ولازم يبقى فلترد علشان السيتوميجال فيروس ترانسميشن.
طب transfusion threshold أدي liberal ولا restrictive؟ till now it is an area of debate. في عندنا ده اللي هو الهيموجلوبين threshold بال different randomized trial. دي systematic review شافوا الليبرال transfusion versus restrictive transfusion وما كانش فيه difference. another trial ولقوا ان مفيش difference, significant difference ما بين الليبرال transfusions وما بين restrictive transfusion. طيب what about the early red cell transfusion؟ لو نقلنا transfusions في ال first 10 days of life ودي very important systematic review. لقوا ايه؟ لقوا ان احنا لو ده اتعمل على 1636 trial لقوا ان 8% من البيشنت كلهم او من البريماتيور كلهم جالهم severe retinopathy of prematurity, لكن 90% من اللي خدوا transfusion in the first 10 days جالهم retinopathy of prematurity, وان الانسيدنس للريتينوباثي اوف بريماتيوريتي حوالي 4-fold لو حصل ترانسفيوجن في الفيرست 10 دايز اوف لايف. يعني احنا عندنا ريسك بيحصل للبريتيرم من الترانسفيوجن. ليه بيحصل الريسك ده؟ يبقى انا عندي الترانسفيوجن ريبيت الترانسفيوجن ان ذا نيو بورن كان ليد تو او كان بي فاكتور ان اديشن تو ذا اذر فاكتور فور ريتينوباثي اوف بريماتيوريتي فور برونكيوبالمودري ديسبليزيا for necrotizing anterior colitis and for intraventricular hemorrhage. هنيجي للسؤال بتاعنا, why are the neonate not little adult for transfusion؟ ليه النيونيت احنا عمالين نتكلم عليه وهو زي الكبير او زي الطفل اللي بياخد transfusions؟ لانه له different diseases, prematurity وانوكسيا وانتراوترين transfusions وقالوا immunization لانه عنده much less blood. وشفنا دلوقتي لما قلنا ان في ستادي لقت ان البريتيرم تلتين وزنه او تلتين البلاد فوليوم ممكن يبقى لوست من الفريكوانت سامبلينج وعشان عنده ديفرنت بلاد كاركترستيك. ودي هنقف عندها وقفه مهمه جدا لان احنا عندنا الادلت هيموجلوبين بتاعنا عباره عن ايه؟ الفا 2 بيتا 2, وعندنا الفيتال هيموجلوبين ايه؟ الفا 2 جاما 2. طب ايه الديفرنس ليه بقى؟ احنا عندنا الفيتال هيموجلوبين فيه الفا 2 جاما 2, الكرايتيريا بتاعته له هاي اوكسجين افينيتي, ودي سبحان الله عشان يبقى ودرو الاكسجين فروم ذا ماذرز. طب وات اباوت ذا ادلت هيموجلوبين؟ ده الفا 2 بيتا 2, ده ريليز ذا اوكسجين فيري ايزلي, بيطلع الاكسجين بسهوله جدا. طب انا لما ادي نيوبور يبقى انا حولت من فيتال هيموجلوبين اللي هو ات بيرث نسبته 70 ل 80% اديته الادلت هيموجلوبين اللي بيعمل ريليز للاكسجين فيري ايزلي تو اماتيور تيشو. مش بس كده, ده نيوبورن ده عنده ايه؟ ده نيوبورن عنده الانتي اوكسيدان سيستم نوت ديفلوبد ان ذا فيرست تو ويك, يبقى انا بعرضه لاوكسيديتيف ستريس لاندوثيليال ديسفانكشنز, فممكن يدينا كل او ادد ريسك to all the complications like retinopathy of prematurity. طب how can we solve this problem? طب احنا هنعمل ايه؟ ما هو نيوبورن ده عاوز blood transfusion, نقدر نديله فيتال هيموجلوبين بدل ما بندي الادلت هيموجلوبين في blood transfusion, وده يمكن الاستادز اللي شغاله في الايرا دلوقتي انهم ياخدوا بدل ما احنا بنقول blood bank for stem cell transplant, لا يبقى عندنا blood bank for transfusions of the preterm, سواء ده هيكون allogenic او ممكن يبقى autologous كمان للبيبي نفسه. ايه الجديد تاني؟ الجديد تاني ان هم يعملوا resuscitations while the child is still connected to the mother, يبقى في جهاز جاهز للresuscitation مع المذرز, وده intervention study لقوا في خلال ال intervention study ان الاكسجين ساتوريشن في الفيرست 10 دايز بيبقى احسن, الابجر سكور بيبقى احسن لو اتعمل ريسسيتيشنز بيفور كورد كلامبنج, ودي انذر استدي في 2020. سو ماي كونكلوجن از انيميا ان ذا نيو بورن از ذا كومنست هيماتولوجيكال بروبلم, بريتيرم بيبي ار مور لايبل تو سفر فروم انيميا, RBC's transfusions remains a primary treatment of anemia in the neonatal period.
One of the very important is to use single donor program for the neonate to limit the donor exposure. يعني أنا single donor وتتعمل في باجز صغيرة بحيث إن هو يبقى one donor بدل ما نعرض a newborn لمالتيبل دونر. Umbilical cord blood bank وده الريسنت أو الاستاديز عليه. بعد كده prevention delayed cord clamping وده خلاص روتين. Reduction of iatrogenic blood loss. بعد كده early iron supplement to low birth weight. طب ندي iron للنيوبورن عند what على age A. لو انا عندي low birth weight وعارفه انه الستور بتاعته قليله ادي له iron supplement امتى؟ at birth 4 months. طب ما ينفعش ادي قبل كده؟ ينفع ادي at birth؟ لازم ادي معاه فيتامين. ما ينفعش at birth. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان عندنا الانتي اوكسيدنت سيستم نوت ديفلوب كان ستارت فروم 2 ويكس. يبقى early iron supplementation, adherence to transfusion guideline are important strategies to reduce the need for blood transfusion. And thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر الأستاذة دكتورة ليلى شريف على هذه المحاضرة الرائعة. وبعد كده عندنا محاضرة الأستاذ دكتورة إيمان محمد فودة نيبولايزد انهيلد كورتيكو